استغلال الرقمنة والتسويق الرقمي لبعث النشاط السياحي والترويج للجزائر كوجهة سياحية بامتياز، تحد رفعته الجزائر ويعمل على تجسيده الفاعلون في القطاع والمشاركون منهم في الصالون الدولي للسياحة والأسفار في طبعته 22. يقولوا الشعب الجزائري والقطاع السياحي راهو فهم اهميه الرقمنه في وقتنا. راهي باغ اكزومبل كيما لا بلاتفورم تاعنا نملاتيك راهي سهل حجز الفنادق للشعب الجزائري والجاليه ايضا المقيمه بالخارج، مي اوسي الاجانب على خاطرش عندنا لي ميثود دو اي بايمنت، والاي بايمنت هذايا عندنا لي كارت فيزا لي كارت امريكان اكسبريس، وهنايا في الجزائر عندنا الكارت الذهبيه ولا لي فيرمون بانكير، ولي بيرسون لي ما يحبوش يديروا اي بايمنت عندهم تانيك اون سوليسيون يخلصوا ديريكتومون في لوتيل. دونك هاد الامور كامل راهي تسهل حجز الفنادق وراهي تسهل باش الانسان يقدر يديكوفري بلادو بكل سهوله. الرقمنة اليوم هي وسيله اقتصاديه، نحن انا بالنسبه لي الرقمنة هي في ذاتها اقتصاد قائم، ويحتاج يعني احنا باش ندخلوا ليه كقطاع اقتصادي سياحي عن طريق الرقمنة، رايحين نسهلوا للسائح وهو في البيت نتاعو في العمل نتاعو وين كان، يدخل عن طريق الهاتف نتاع اللمسه هذا ورايح يضرب على هذا المشروع ولا اي وجهه سياحيه في الجزائر، رايح يلقى كل امامه كل شيء، الوكاله الفندق الرحله السعر، ورايح يشري اونلاين. المشاركون في هذه التظاهرات الاقتصاديه أجمعوا على أهمية التسويق الرقمي من خلال طرح منصات رقمية للحجز الإلكتروني وتطبيقات تسمح للسياح باختيار وجهاتهم حسب اهتماماتهم وإمكانياتهم، مؤكدين على ضرورة الاعتماد أكثر على الدفع الإلكتروني. الدفع الإلكتروني نقدر نقول لك عليه يعني راهو في الخطوات الأولى، فيه يعني بعض المشاكل خاصة فيما يخص في بعض البرامج السياحية للقيمة المالية مرتفعة قارنة بالخدمات اللي يقدمها هذاك المنتوج النهائي. حاليا الدفع اللي راه يعني أتى بثماره هو الدفع عند الاستلام، مثلا الزبون يختار الوجهة ديالو يأكدها وكلش، بعدين نلحقوا المرحلة الدفع نتوجه له مباشرة، عندنا يعني خدمة نتوجه للزبون نقدموا له الفوتشات كما يقولوا الوثيقه هذيك اللي تاكد الحجز ديالو وتتم عمليه الدفع. استخدام الرقمنه من شانه ان ينعش قطاع السياحه وترقيته ليصبح احد الركائز الاساسيه لاقتصاد متنوع ومستقل عن التبعيه لعائدات المحروقات.